هاي انتو يو ريدي؟ دايم يفاجئوني عادي ترى الحين هذا الشيء مره يعني عندي عادي ان دايم يفاجئوني فجاه يصوروا وانا عادي. المهم اليوم ويكند، بس قبل لا تبدا الويكند حقكم اكيد كلكم ويكند ومره متحمسين وتبوا تضبطوا شكلكم لانه ويكند وبعد عناء طويل تنتظر هذا الويكند ودكم تتجهزوا يلا سناب شات نصور عفا حركاتكم. المهم اليوم راح نسوي لوك صباحي ومسائي وبنفس الوقت هو صباحي ومسائي راح يصير بس بالجاكيت الجينز راح نغيره يا أن يصير شتوي أو صيفي، مش شتي الشتاء بس يعني اللي على بداية الشتاء. شوفوا هذا هو حق الشتوي شوي يدفينا ولا أنه يكون أوف شولدر، سو بوريكم إذا كان صيفي إيش راح نسوي فيه. طيب هذا الجس مرة يعني سمبلي بس اللي محرك شايفين كيف دايم الملابس تتحرك، هو شيء سمبلي بس نفس البراند اللي تسويه يتحرك الشيء، هو درس انتو لو تشوفوه عادي بس اللي حلو فيه انه من قدام طويل انتو ما راح تلاحظوه بس هو شوية طويل من قدام ومن ورا شوية قصير، فاللي محركه انه اوف شولدر ومن هنا صاير كذا في بس من هنا حركة يد وفيونكا. فبقول لكم كيف نسويه للصيفي، راح اخذ الجاكيت راح اربطه على خصري بس اكيد كلكم تعرف هذه الحركة، تمسكوا اليدين واللي قدام هذا حقي القبة تنزل تمام، راح اربطها على خصري هذا هو كذا بالضبط. وبرضه بقول لكم عن شنطة اكيد مستحيل ننسى الشنطة، في شنطة انا اعشقها ما اتخلى عنها لان مهما كان اللبس تحرك لي يا حركات مرة حلوة. اتوقع اخر ستايل وريتكم اياه كمان صورت عن هذه الشنطة جايز، يعني هو اوريدي حق صباحي فحلو يمكن دخلي ذهبي ومع بلوم، بس هذا البلوم مره فاتح ازرق فاتح وابيض، وبرضه الشوز حقي ذهبي بس حتى لو عادي لو نحط مثلا ذهبي وفضي فانا حطيتها ذهبي بس بهذه الحركه راح احطه عادي كروس، لان اساسا انت طالع الصباح تفطري شيء فودك تحطي كروس ما ودك يصير مره ستايل، فهذا اللوك حق صباحي وريهم يا يعني. والحين يلا نوريكم اللوك حق المسائي نفس الشيء بشوف ايش بغير فيه، خليني اوريكم اياه قدامه لانه ما يحتاج اني ابدل شيء كثير. عندي هذا هو زي تقريبا جاكيت بس مو جاكيت فيست، فهذا الفيست كذا جاي من تحت صاير فيه اشياء كذا نازله ما اعرف ايش اشرح لكم فيه. اوكي هو بس بلاك بشوف كيف بغيره. الحين طايحين بعض البنات في موضة، خليني أقول لكم إيش هذه الموضة، الحين يخلوا أي شيء بس إلا يبين الأوف شولدر حقه يصير شولدر باين، خليني أوريكم هو تمام، فاللبس مرة عادي بس إنه اللي محركه إنه صاير أول شيء محركه هذا الشيء إنه صاير كذا جس بعدين باين فيه الضم اوكي الدرس، وبعدين صاير مفتح من هنا ومفتح برضه من هنا، واللي كمان محركه اكثر من هنا الاوف شولدر باينه لانه هو اساسا صار كان درس طبيعي درس عادي بس. وخليني اغير الشوز وانتم بكرامه وارجع لكم. المهم رجعت لكم من جديد، غيرت الشوز حطيته بلاك لانه هو اساسا مسائي، وانا اعشق شيء اسمه تسريحه الميسي بان اوكي، هذا هو الشوز فلات طبيعي بس صراحه كمان هذا الفلات احبه مره مرتب اوكي، ارفع شوفوا شعري اوكي، هذا موديل الشعر انه يكون ميسي بن بس انه يجي بشكل حلو، عرفتوا اللي تكون عادي ملخبطه بس ما راح تفهم ما راح اقدر افهمك وياها، تكون مهما كانت هي خايسه مو خايسه ملخبطه تطلع حلوه بس بشكل مرتب بس. وهذا هو كان لوك اليوم، وريتكم حق الصباحي والمسائي ان شاء الله يكون عجبكم، وريهم باي، ويكند سعيد ويلا روحوا صوروا سناب